واش قاعد فوز القجع مليون ونصف مليون مبروك للمنتخب الوطني المغربي الفوز على امريكا برباعيه لصفر. والو تا وحيد واش قول اما عاد المقسمه يدي من الدص 4-0 ودخلي فوز القجع هبط الملعب بلبلها مع اللعابه عائله حكيمي عاش اجواء رائعه جماهير ما نقدوش نوصفها افضل جمهور كاين في هذه الاولمبياد هو الجمهور المغربي مسانده كبيره للمنتخب الوطني المغربي والحمد لله التاهل الى نصف نهائي كاس العالم ونصف نهائي الاولمبياد اللهم بارك وزيد في ذلك. كنتسناو شكون غادي نواجهو يا اما المنتخب الاسباني يا اما المنتخب الياباني نتيجة 1-1 لكن للاسف هدف التعادل اللي سجلت اليابان كان تسلل ومازال تفوق للمنتخب الاسباني. كنتفرج في المباراه المنتخب الاسباني غير عاطينا ديك الهاله الكبيره خصوصا هذا الشوط الاول اللي تفرج فيه مع اليابان كاين تكافؤ بين المنتخبين. خليكم مع تحليل ديال المباراه ومع التصريحات ديال المدرب طارق سكيجي واللاعبين خليكم مع الفيديو كيف العاده ما تنساوش لايك خلونا الراي ديالكم في التعليقات. من تراه النجم الاول في هذا المنتخب المغربي؟ اعتقد بان الكل قدم كل ما يلزم لكي يتأهل المنتخب المغربي. ربما إذا وضعنا بأن يكون هناك لاعب في المقدمة نوعا ما فهو سفيان الرحيمي في المقام الأول وبعد ذلك يأتي أشرف حكيمي وهم اللاعبين الكبار في السن ليسوا من تحت 23 عام وهذا يثبت بأن هناك جدية وحب وولاء للمنتخب أنك تعطي كل شيء في مثل هذا النوع من المباريات وأن تساهم مع منتخب بلادك لأن يكون هناك إنجاز تاريخي. اليوم يعني أمين دائما يتحدث عن المباراة بشكل عام المنتخب المغربي وضع المنتخب الأمريكي في وضع الطبيعي. كيف وضع في وضع الطبيعي؟ في البداية لم يتراجع لم يلعب بحذر ولم يتساهل كل هذه العوامل كانت كفيلة بأن المنتخب المغربي يقدم مثل هذا المستوى. ركلة الجزاء كانت كلمة السر في هذا المباراة لأن كنت تحتاج إلى هدف هذا الهدف بحد ذاته كان كفيل بأن يخرج المنتخب الأمريكي من مناطقه. فالشوط الأول نتحدث عنه بشكل مبسط الشوط الأول كان هناك التزام تكتيكي من جميع اللاعبين الكل يرجع إذا كان هناك فقدان الكرة الكل يضغط في نفس الوقت حتى عندما يفقد الكرة يكون هناك ضغط عكسي في نفس الوقت لم تكن هناك الكثير من الكرات الضائعة نعم لم تكن هناك الكثير من الفرص ولكن في نفس الوقت لم يضيع اللاعبون الكرة كان هناك تناقل الكرة كان هناك رياحية أرهق المنتخب الأمريكي. في الشوط الثاني بعد تقدم المنتخب الأمريكي والخروج من مناطق نوعا ما ترك مساحات للزلزولي ترك مساحات لخماش ترك مساحات لرحيمي وبالتالي استفاد المنتخب المغربي من كل هذه الجدية كانت موجودة الالتزام الرغبة بأن تحسم المباراة وحدث هذا الأمر مباراة مثالية تحسب للمدرب تحسب للاعبين ونبارك للمنتخب المغربي ونبارك للشعب المغربي. الله يبارك فيك. دائما ما نشيد باللاعبين طبيعة حالهم صناع الإنجاز بأقدامهم بمجهوداتهم لكن أيضا وجب أن نشيد بالمدرب طارق سكيجي. صحيح كانت بعض الأخطاء في الاختيار أو في التغيير أمام أوكرانيا لكن النتيجة التي وصلها الآن لم يحققها مدربون سابقون في مناسبات عديدة. شوف المدرب في بعض الأوقات عنده اختيارات إما يكون موفق فيها ولكن يحتاج إلى بعض الأخطاء لكي يصحح وطريق صحح كثير خصوصا توظيف زيالزولي في الجيالوسرة كما تكلمنا عنه في المباراة السابقة أنه زيالزولي أردت أن يكون مميز لازم يلعب في الجيالوسرة إذا لعبتي في الجيالوسرة سوف تضيع لاعب كبير اللي عنده مميزات زيالزولي هو الاختراق والقوة وشفناه في عملية 1-1 فهو ممكن أن يراوغ أي مدافع في العالم. صحيح عنده بعض الأخطاء اللي ممكن لازم يصححها وسوف يصححها مع النضج هذا اللاعب ومع ضبطه لعملية السرعة والتسرع لكن أظن بأن طارق سكيجي شفناه في هذه المباراة أيضا خصوصا في الشوط الأول كيف كانت هناك أمور واضحة للمنتخب المغربي في عملية الضغط فعملية منع خروج الكرة في الكرات الثابتة العديد من الأمور اللي شفناها أن كانت هناك بصمة المدرب وأظن بأن احتفاظه أيضا على التوليفة وهذه التوليفة اللي وجدها عبر المباريات عبر الاحتكاك وجد هذه التوليفة لذلك فلازم الواحد يخطأ في بعض الأوقات لكي يصحح ويجد التوليفة المناسبة وهذا هو التوازن اللي كان يبحث عليه المنتخب المغربي. المنتخب المغربي الآن أصبح الآن عنده ذلك التوازن أيضا اللي كان يبحث عليه وهو التوازن ما بين أندفع ولا أترك مساحات
ولا أترك مساحة لذلك. واليوم لعب بحكمة كبيرة جدا وبرزانة كبيرة جدا، وهذا هو التوازن اللي شفناه أنه ممكن يوصلك إلى النهائي وليس فقط لنصف نهائي، لأن هذا الأسلوب اللي ممكن أنك عندك اللاعبين اللي ممكن يهاجموا ولكن تنتظر الوقت المناسب للهجوم والكثافة المناسبة للهجوم. شفنا أن المنتخب المغربي اليوم لم يهاجم بكثافة عددية ولكن هاجم فقط في بعض الأوقات بثلاثة ضد أربعة أو ثلاثة ضد ثلاثة وليس سبعة ضد خمسة. صحيح. لأن عندما تهاجم بسبعة سوف يخلق فقدان توازن في وسط الميدان ومن ثم تكون هزمة خطيرة على المنتخب المغربي. لذلك فكان يهاجم ويحافظ على الكثافة في وسط الميدان وفي الدفاع التي تضمن له عدم الوقوع في أخطاء، خصوصا عندما الفريق الخصم يحاول أن يهاجم عليك فأنك أنت موجود متمركز لا تفقد توازنك، وهذا ما دفع المنتخب الأمريكي أنه يستسلم. لأن المنتخب الأمريكي حاول ولكنه استسلم لأن كل محاولاته باتت بالفشل، لأنه وجد المنتخب المغربي متمركز محافظ على توازنه لم يترك مساحات، وبالعكس المنتخب المغربي هو اللي استغل المساحات والحالات واحد ضد واحد على الأطراف لكي يسجل المزيد من الأهداف. نعم، وما شاهدنا في هذا المنتخب هو استراتيجية واضحة تشبه إلى حد كبير الأسلوب الذي يلعب به المنتخب الأول، أسلوب 4-1-4-1 الذي أتى بثماره في كأس العالم، وهي استراتيجية موحدة للمنتخبات الوطنية المغربية. دعونا نتابع وإياكم مشاهدينا ما قاله طارق سكتوي مدرب شبال الأطلس بالإضافة إلى حارس المرمى منير المحمدي. مرحبا مجددا زميلي أمين، من أجل رصد ردود الفعل بعد فوز المنتخب المغربي على منتخب أمريكا وتأهله إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لجانب حارس المنتخب المغربي منير إنورابوينا. Marruecos por la primera vez en la historia en las semifinales de Juegos Olímpicos. ¡Qué alegría! Ah, increíble, increíble. Alhamdulillah. Muy emocionado porque otra vez no conseguir otro reto así histórico, ¿no? Para Marruecos por primera vez, pues increíble. Alhamdulillah. Y bueno, todavía no ha terminado. Seguimos y queremos conseguir la medalla de oro y vamos a luchar hasta el final, inshallah. كابتن طارق، سيطر بالطول والعرض على المباراة، فوز مستحق وتأهل تاريخي إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية. فأول شيء كنحمد الله وكنشكره، نبغي نقول كيفما قلت من أول يوم مع هذا الرجال أن بكل صراحة كاين واحد المجموعة ديال الرجال ما يمكنلكش تصور الحب اللي كيكنوه للراية الوطنية والوطن، كيحملوا معاهم دائما هاد العامل هذا وهاد الحب الكبير في كل مقابلة وفي كل تدريب. فكنشكرهم بزاف على الروح ديالهم، كنشكرهم بزاف على الغيرة اللي عندهم الوطن، كنشكرهم بزاف على لا ريسبونسابيلتي ديالهم، لأنهم فهموا بأن كرة القدم الوطنية غادية في واحد المسار تصاعدي وبأن خصها تكمل في هذا المسار التصاعدي، وهذه فرصة باش نبينوا للجميع بأن المغرب الحمد لله عنده لاعبين كبار بإمكانه يكونوا عنده لاعبين كبار، وعنده مدربين كبار وبإمكانه يكونوا عنده مدربين كبار، وعنده رؤساء كبار على غرار الرئيس ديالنا السيد فوزي القجاع اللي بعد المناسبة كنوجه له التحية الكبيرة على الأعمال الكبيرة اللي دار من أجل تطوير كرة القدم. استمعنا إلى المدرب طارق السكتوي وأيضا إلى الحارس منير المحمدي الذي قال إن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم والآن سقف الطموحات بات عاليا ومصرين على الحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة في باريس. كابتن عبد العزيز، طبيعة الحال عندما تصل إلى نصف النهائي، عندما تقدم هذا الأداء، عندما تتأهل من ربع النهائي بالفوز على أمريكا برباعية، سقف الطموحات يصبح عاليا و لا يمكن أن تخرج من مثل هذه البطولة إلا وأنت مطوق العنق بميدالية. أنا متأكد بأن الشعور والطموح لدى اللاعبين الآن هو الحصول على الميدالية الذهبية، يعني على حسب الإمكانيات وعلى حسب ما شاهدناه، يعني لم نشاهد منتخب على أقل تقدير على مستوى الأداء يلعب بهذه الطريقة بالاستحواذ بالإمكانيات الفردية بالمواهب الموجودة، واليوم شاهدنا بالالتزام عكس المباريات الماضية كان هناك نوعا ما
بطء في عملية التحول الدفاعي، ولكن في هذه المباراة شاهدنا الالتزام كان موجود، واللاعبين بدأوا يستوعبوا جدية الموقف بأنك تصل إلى مرحلة متقدمة جدا من البطولة. هذا بحد ذاته طموح لك كلاعب بأن تحصل على ميدالية لتاريخك، خصوصا بأن أغلب اللاعبين تقريبا يشاركون يعني لفترة بسيطة مع المنتخب المغربي، خصوصا بأن أغلب اللاعبين يلعبوا في الدوريات الأوروبية. فلذلك هو شعور مهم لدى اللاعبين بأنك تشعر بأنك تحصل على إنجاز مع بلدك، والشعور الأفضل بأنك تعمل هذا الشيء وأنت مستمتع. شاهدنا الكثير من الثقة لدى اللاعبين، شاهدنا بأن حتى مع عملية التمرير والاستعراض نوعا ما كان هناك ابتسامة من اللاعبين، فهذا بحد ذاته يشعرك بأن اللاعب مرتاح نفسيا وأنه يلعب في بيئة ممتازة من اللاعبين، تشعر بأن جو الألفة موجود. فهذا شيء جيد وإيجابي للاعبين لكي على أقل تقدير يكون هناك مجهود إضافي في المباريات القادمة، خصوصا بأن على الأقل تقدر تلعب أمام منتخب إسباني، ومنتخب إسباني أقوى من المنتخب الأمريكي بكثير دون شك. وشاهدنا هذه الألفة وهذا الانسجام خصوصا عندما تكون كرة حرة، يأتي القائد حكيمي، ترك ركلة الجزاء الأولى تكلم عن حكيمي، ترك الكرة الأولى لرحيمي، الكرة الثانية كذلك لموهوب، بعض الكرات الثابتة لعبد الصمد الزلزولي، وبالتالي هناك قائد وهناك أصدقاء، دعني أسميهم أصدقاء، الذين يلعبون بروح، وتحدث عليها طارق السكتيوي الروح الوطنية. نعم. تجعلك تقدم 200% وتترك الرئة بتاعك في الملعب إذا احتاج الوضع ذلك. والله صراحة واضح أن اللاعبين يلعبوا بالقلب، لأنه مش ممكن أنك تبذل مثل هذه المجهودات ومثل هذه السعادة والسرور يعني ببذل المجهودات، لأن الواحد في بعض الأوقات سوف يعمل بعض المجهودات اللي ممكن مش متفق عليها كالأداء للواجبات الدفاعية، ولكن الآن كتشاهد اللاعبين أنه كلهم يقوموا بأدوار بتغطية الزملاء، بالعودة بعد ضياع الكرة، كل هذه الأشياء مهمة جدا. لذلك فبرافو لكل لاعبين، برافو لطارق، برافو لكل من ساهم في بناء هذا المنتخب الرائع. لما ننسوش بأن هذا المنتخب فيه نوايا المستقبل المنتخب الأول، لذلك فمهم جدا. بالنسبة لأشرف حكيمي، صحيح أن ما يقدمه منذ بداية هذه البطولة فهو ممكن يكون من أفضل اللاعبين أو أفضل لاعب في البطولة من بعد رحيمي. رحيمي تفوق عليه بالأهداف، كان حاسم رحيمي هو من عبد الطريق للمنتخب المغربي في العديد من الفترات، لأن صحيح ممكن تلعب ولكن لازم شخص يفك لك العقدة أو يعبد لك طريق. رحيمي كان موجود، رجل المواقف الصعبة أنا أقول. حكيمي صحيح أنه رأى أن بعض الزملاء كالزلزولي كان يحتاجوا إلى الثقة. الزلزولي سجل في آخر مباراة، اليوم ترك لي بعض الكوار الثابتة لأنه يعرف بأنه يعني فهو في وتيرة إيجابية وتصاعدية، فهو تركه أنه يصوب إلى المرمى في العديد من الفترات. لذلك فحكيمي تصرف ناضج ومسؤول. نعم. من رحيمي إضافة على ما قد من حكيمي إضافة. نعم. على كل ما قدمه. مشكلته من أسماءهم عند نفس الوزن. نعم. حكيمي. آخر سؤال كابتن عبد العزيز، تحدثنا قبل قليل عن الجانب البدني، الآن منذ انطلاق البطولة هذه رابع مباراة كل 3 أيام، هؤلاء أغلبهم لاعبون في الدوريات ينشطون بشكل أساسي مع فرقهم، للاعب أكثر من 35 أو 40 مباراة، هل في هذا المستوى يمكن أن نتحدث الآن في مباراة نصف نهائية عن العامل البدني؟ العامل البدني قد يكون له تأثير، ولكن الحمد لله بأن حتى الآن لم تكن هناك إصابات حتى مع مباراة اليوم، وهذا أمر إيجابي. هذا يدل بأن الإعداد البدني للمنتخب يعتبر ممتاز، عملية الاستشفاء تكون ممتازة، وأيضا ما حصل في آخر 10 دقائق تقريبا من عملية راحة بعض اللاعبين أيضا تعتبر أمر إيجابي. هذه الروح اللي تحدثنا عنها وهذه الألفة والعائلة، الشعور الإيجابي، شعور العائلة. يعني أنا متأكد بأن بعد خروج مهما كانت النتيجة، بعد خروج من البطولة سواء حصلوا على ميدالية أو لم يحصلوا، الكل سيتذكر مثل هذه الذكريات الجميلة. لذلك نتمنى أن تستمر إلى أن تصل إلى النهاية إن شاء الله، وأن تصل إلى الذهبية في نفس الوقت. ولكن
حديثا عن العامل البدني، انا باعتقادي بان المنتخب المغربي العامل البدني لديه ممتاز للغايه. فبداية لم تكن هناك اصابات، فرض الاسلوب وعمليه الاستحواذ واداره الكره من اليمين الى اليسار تعطي شعور بالاريحيه. هو لا يجري من اجل الكره ولكن الكره هي من تجري لاجله، لذلك على الجانب البدني اعتقد ان المنتخب المغربي في حاله جيده. نعم، نتمنى ان يظل في حاله جيده في مباراه النصف النهائيه التي يمكن ان يواجه فيها سواء اليابان او اسبانيا المتقدمه بهدف الى حدود اللحظه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك، خلنا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا، فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد دينا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.